السلام عليكم الأخوات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم معكم فيديو جديد وفكرة جديدة. إذا اليوم غادي نقدم لكم واحد الفكرة اقتصادية وسهلة لكل أمهات اللي تزاد عندهم مولود جديد، وهي توزيعات البيبي. أنا كنقترح عليكم اليوم توزيعات زيادة أو المولود الجديد بالنسبة للدري، وانتم لكم الاختيار أنكم تختاروا اللي بغيتوا. اذا كنحتاجوا في التوزيعات كنحتاجوا هذا الورق، هذا الورق اللي السمك ديالو غليظ وكيبر، يعني كتمشي عند المطبعه كتعطيني كتقول لي عطيني الماركه القاصحه والغليظه واللي كتبري. بالنسبه لهاد الطبعه هذه والقياس، انا درت هنا 5 سنتيم على 5 على 5، وهنا كذلك درت 1.5 سنتيم تقريبا او 2 سنتيم، وهنا كذلك 1 سنتيم. بالنسبه لهاد الاضلاع ديال هاد المربع كلهم درت فيهم 5 سنتيم باش نحصل على علبه مربعه. بالنسبه للصوره غادي نخلي لكم في صندوق الوصف، غنخلي لكم فين غادي تلقاوها. وهاد الصوره اللي انا درت فيها الاسم ديال الوليد الصغير اللي هو اويس، وكتبت هنا ازدادت في عائلتنا قطعه سكر. هاد لي موديفيكاسيون ممكن انك تعطيها للمول المطبعه، هو غادي يتكلف بالكتابه ديال هاد الكتابه او هاد العباره. رسم هاد البيبغون هنايا في الجنب. بالنسبه للقياس ديال هادي درت 3 سنتيم، والدائره درت فيها في القطر 4 سنتيم. غنخلي لكم كذلك في صندوق الوصف، غنخلي لكم فين غتلقاو هاد الصوره، الموقع فين غتلقاو هاد الصوره. وبقوا معايا باش تشوفوا الطريقه والمراحل اللي غنقادوا بها هاد الدولاب، اللي ممكن انك تعمريهم باي حاجه بغيتي، الفانيل، لي دغاجي، اي حاجه ممكن انك تعطيها كادو لوليدات الصغار في يوم السبوع ديالك، ولا تحطيهم ديكور في البيفي ديالك. يعني كيجو اقتصاديا ورائع، ممكن ان اي وحده فيكم تقدهم في البيت ديالها بوحدها، وكذلك اي وحده بغات ديرهم مشروع صغير لما لا في البيت ديالها. غنحتاجو كذلك البيستولي اللي ضروري انه يكون عندك، الا ما كانش ماشي مشكل، ممكن انك كما قلت لك تكتفي فقط بالشمع اللاصق دائما او الكولا. غنحتاجو كذلك مقص ومسطره، غنحتاجو كذلك هاد لي دغاجي هادو، غنحتاجو هاد الشوكولا. المهم ممكن انك تعوضيهم باي حاجه بغيتي تعطيها كادو لوليدات الصغار، وديريهم في هاد العلب، وبقاو معايا لاخر الفيديو. الو، بالنسبه للطريقه كنشدو هاد الورق هذا كيما هذا وكنقطعوه بحال هكا، يعني الطريقه راه سهله باينه في الفيديو، فقط كتقطعوه هنايا. اذا بالنسبه للعبار كيما قلت لكم، راه قلت لكم هنا في القطر درت 4، هنايا في العرض ديال هذا درت 2 سنتيم، وفي الطول ديالو كامل تقريبا درت 20 سنتيم. نتوما ديروا 25 سنتيم، ديروا 25 سنتيم، يعني اللهم يكون كثير ولا يخصنا. اذا كنقطعوا بحال هذا الشكل هذا. كنقوم بقطع كذلك هاد العبة ديالنا وهذا الشكل هذا بحال هكا حتى هو، يعني كما كتشوفوا سهل بزاف. غادي نسرع الفيديو باش نختصر عليكم الوقت. بعد ما حددنا هاد الجوانب تاع العلبه، الان غادي ندخلوا هاد الجوانب اللي درنا، غادي نعاودو ندخلهم بحال هاد الشكل هذا بالمسطره. اذا بعد ما طويت هاد العلبه ديالي، غادي ندير ليها بحال هاد الشكل، وندير هنا شويه تاع اللصاق ديال الشمع، وغادي نلصق العلبه ديالتي وصافي. ديك الساعات كيسهل عليا انني نسدها ونعمرها بلي دغاجي ونزينها من بعد. اذا بقاو معايا باش تشوفوا الشكل النهائي ديالها.
اذا كما كتشوفوني غادي ندير القليل من اللي ساق على هذا الجانب هذا وكنلصق، نحاولوا ما يخرج هذا اللي ساق هنايا على هذا الشكل، وكنسدو العلبه ديالنا. كنشدو العلبه ديالتنا باش نزينو بها قبل ما نعمروها، نزينو بها داك الشريط اللي كيكون داير على هاد العلبه، يعني كنسدو العلبه ديالتنا كما كتشوفوا بحال هاد الشكل باش يجينا العبار هو هذاك. الوغ انا درت هاد لي بيبغون هنايا، كناخذ العبار بحال هاد الشكل، يعني كنطويها غير شويه، من بعد غادي نطويها وكنديرها هكذا، وهنا غادي نلصق هاد الجهه هادي. اذا كناخذ المسطره كنطوي مزيان هاد الشكل هذا، كنطوي الجهه الاخرى، كندير شويه تاع اللصاق في هاد الجهه. المهم انا قلت لكم ديروا احسن في الطول ديال هادي، ديروا 30 من الاحسن او 25 بحال هاد الشكل، وكندخلوها. من بعد ما كنعمروا هاد العلبه ديالنا بليدغاجي، اذا هذه هي العلبه ديالتنا واجده. كنشدوا ليدغاجي ديالنا، انا اختاريت هاد ليدغاجي، ممكن انكم ديروا اللي بغيتوا اي حاجه، ممكن انكم تدوها للوليدات الصغار. اختاريت هاد الشوكولا هذا وهاد ليدغاجي، كتعمروا باي حاجه بغيتوا. وشكرا انتم كما كتشوفوا كتجي العلبه تاع ليدغاجي رائعه، وصراحه كيبغيوها الوليدات الصغار. وان شاء الله الفيديو جديد وفكره جديده، وما تنساوش ديروا لايك وابوني القناه ديالي، والى اللقاء مره اخرى ان شاء الله.